السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده عامل بروفا الويندوز 10، ف خليكم معايا. هذه النسخة ويندوز 10، هي نسخة جميلة جدا وسريعة برضو، وهي بتشتغل على الأجهزة اللي هي بتبقى جامدة، اللي هي الأجهزة ال 64، والرام بتبقى لازم تبقى عالية، هي لازم تبقى رام عالية طبعا، عشان دي لازم أخرك، يعني إن أنت تنزل نسخة ويندوز دي لازم تنزلها على اخر رام، يعني تنزل عليها رام على 3 جيجا. ادي هي ادي هي كمان ادي عندي الرام 4 جيجا، وادي النسخة 64. ماشي، دي لازم تبقى مواصفات الجهاز. النسخة دي يا جدعان نسخة ويندوز 10 برو، دي آخر نسخة نازلة، دي نسخة مايكروسوفت ويندوز إز أكتيفيتد. وهي نسخة سريعة جدا بصراحة، وهي حتى في السيتنج برضو تخش برضو بسرعة برضو. تمام، انا على فكرة منزل ازاي تنزل النسخة دي، ان انت تعمل ابجريد يعني لجهازك، هتلاقوها تحت، هتلاقوها عندي في الصفحة. دلوقتي هوريكم بقى الجهاز السيتنج بتاعتها. شايفين شكلها ده؟ شكل الستارت، شكل الستارت بقى جميل جدا، شكل الشكل يعني الخريطة كله جميل جدا، وعمر يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. دلوقتي هوريكم السيتنج. ادي نو سيستم، ادي اهو سيستم اب اند فيتشر. وهي ممكن تنزل ابديت، يعني لو الشركة عايزة ابديت اصلا تنزل من هنا الابديت. وهنا بقى في بقى مشكلة بقى الشركة عاملاها، ان هنا ممكن يعني ممكن هنا يبطئ معاك النت، علشان علشان الشركة كل يوم بتحدث التطبيقات، فانت ممكن تقفل الطريقه دي ان انت تخش على اهو. هنا ماشي، وتخش على هنا كده اهو، وتعمل هنا تعمل اوف. هنا بدل هنا كانت معموله اون، معموله كده اون، دلوقتي تعملها اوف. تمام، دلوقتي النسخة دي ما فيهاش عيب، انا هي عاجباني اصلا، هي ولا حصلت فيها حاجة، هي جميلة جدا وسريعة برضو. تمام، ويا رب يكون الشرح عجبكم وشكل الجهاز برضو عجبكم كده، هو النسخة، ويا رب تعجبكم يا رب. السلام عليكم.